انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي غالة فهمي. بهالكلمات نعم مدير التصوير مصطفى فهمي شقيقته غالة فهمي اللي توفت يوم السبت عن عمر 59 سنة من دون ما يذكر تفاصيل حول أسباب الوفاة. ولكن نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي كشف أنه سبب الوفاة إصابتها بأزمة قلبية وتم نقلها على المستشفى، ولكن الأطباء ما قدروا يعملوا شيء لإسعافها. طبعا هالخبر أكيد صدم الجمهور والوسط الفني، خاصة أنه ولا مرة انحكى عن معاناتها الصحية أو مرض بتعاني منه في وقت من الأوقات، ولكن هذه مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فالله يرحمها ويصبر عائلتها. الله يرحمها ويصبر أهلها ومحبينا. يعني غالة فهمي واحدة من أبرز نجمات التسعينات اللي طلعت من بعد جيل يسرى، وقدمت خلال مسيرتها عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، من بيناتها غالة غالة وطاطا وريكا وكاظم بي وقبضة الهلالي، ودراميا شاركت في بطولة مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الوسية. وقالة طبعا بتنتمي لعائلة فنية، فوالدها هو المخرج أشرف فهمي، وأخوها مصطفى كمان بيشتغل بالفن كمدير تصوير، وتزوجت من الموسيقار المصري عمر خيرت وأنجبت منه ابنهم الوحيد عمر. وبالرغم من نجاحاتها في الفن، ولكن ابتعدت من دون ما أحد يعرف إيش صار لها. السنوات الماضية كانت غايبة بدون ما أحد يعرف عن أخبارها، وللأسف خبر وفاتها بالويك إند هو أول خبر بيعرفوه الجمهور عنها من سنين، وكان تريندينج على السوشيال ميديا. طبعا عدد من النجوم والمشاهير نعوا بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم، ومن بيناتهم نبيل عبيد، سيمون، سوسن بدر، نجلاء بدر، أيتن عامر، دينا، ناهد السباعي، الإعلاميين عمرو الليثي وبوسي شلبي. كمان الناقدة السينمائية ماجدة خير الله نعتها على حسابها بفيسبوك، وقالت كان حلم حياتها تقديم مسلسل عن كاميليا نجمة الأربعينات، وفعلا بدأت في تصوير المسلسل وكان من إخراج علي بدرخان، ولكن توقف بدون أي أسباب منطقية. وآخر فيلم قدمته للسينما كان أول مرة نحب، من إخراج علاء كريم. واليوم أقيمت صلاة الجنازة عليها في مسجد مصطفى محمود، وتم تشييعها من هنيك بمشاركة النقيب أشرف زكي ودنيا سمير غانم ميرفت أمين والموسيقار عمر خيرت طليقة ووزيرة الثقافة إناس عبد الدايم، وتم دفن الجثمان في مقابر العائلة الإمام الشافعي بالسيدة عائشة الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله.